لاعبين كثيرين ما عنده مشاكل حتى على الدكه، وحتى اللاعبين المحترفين فتره تنقلات يعني قبل نهايه يعني قبل هاي التوقف الاخير هو ابعد اللي يريد يبعده وجلب اللي يريد يجلبه، فصارت عنده فرصه انه يمضي، يعني انه هاي الفكره اللي صارت. لكن قبل التوقف اذا تتذكر قلت لك افضل شيء صار هو التوقف للجويه، لان كان وضعهم الفني بدا يتراجع. بدا يتراجع وصار الضغوط داخل النادي والجمهور، ويعني تسمع ضغط كثير. بدا الشرطه ما يفرط بالنقاط، بدا هم يفرطون بالنقاط. لما صار الفارق 3 نقاط توقف الدوري كانت فرصه لهم. لكن اللي تفاجئنا به اذا نقارن بين الفريقين، يعني الشرطه رجع للحاله الهجوميه، اليوم لعب بسبع لاعبين يهاجمون، 7 لاعبين الاظهر يهاجمون، الفهد وامير في منطقة الوسط كلها، فقط لاعب اللي يستعيد الكرة ويقطعها اللي هو أبو بكر مجيد فقط. مستوى المباراة حسين علي، لا حسين علي وبسام حتى لو مستوى المباراة، احنا لأول مرة نشوف فريق من الشوط الأول يلعب بلاعب وسط يدافع، وما فقط يدافع طبعا، حتى تمريره ممتاز، لكن هو اللاعب القاطع الوحيد حسين علي وبسام، هم مو لاعبين محاور ولا يدون ادوار دفاعيه كثيره، حبوا الكره باقدامهم وممكن يستردون الكره بالامام. اضاف لوكس، يعني صاروا 3 بالامام يهاجمون اضافه الى علاء والمواس، فانت تشوف 7 لاعبين الاظهره يهاجمون، وحتى فيصل يبني كره يعني بشكل، لذلك حسموا المباراه من البدايه، رغم انه لجوء يعني الحدود للحاله الدفاعيه واضح، يعني لعب ب5-3-2 واضحه، وابراهيم المهاجم ما كان موجود، يعني فقط منتظر عادل وداكوستا اللاعب السنغالي حاولوا يوقفوهم، لكن الاهداف صارت من العمق، تمرير صار من العمق، حاولوا يوقفوهم على الاطراف، لكن اللاعبين بالعمق متميزين مثل لوكس وعلى عبد الزهره والمواس، يعرفون يستلمون خلف الخط الظهر ويعرفون حتى يمررون الكره يعني بشكل ويعطون فرصه له. بالمقابل الجويه ايش سوى؟ رجع على 3 مدافعين اللي هو تركها، يعني الحقيقه على الشكل، هو الشكل قلنا مو مهم، لكن احيانا كل مبادئ اللعب ترتبط بهاي التغييرات للفريق اللي صدر الدوري. فريق متصدر الدوري كل لازم ما يحافظ على كل ما يعني يكون متوازن مع ميلان للهجوم افضل من هذا اللي ياخذ الدوري، اللي يقدر يعمل التوازن الدفاعي مع نزعه هجوميه اكثر. اما ترجع 3 وتشوف علامات استفهام كثيره الحقيقه، حتى على توظيف اللاعبين واختياراتهم. يعني مثلا سامح، انت اليوم عندك ظهيرين، يعني الظهير السابق اللي هو محترف تونسي من افضل الاظهره، يعني وقعوه من اول لاعب مصطفى سعدون لاعب منتخب، اي بالاضافه الى مصطفى سعدون انت استقطبت لاعب منتخب، والفائده منه انه يؤدي ادوار هجوميه اكثر من التونسي، فصار عندك لاعبين بخيارات معينه. ذولا ما نشوفهم، نشوف لاعب اخر اللي هو لاعب بعيد يعني على مستوى القوه الجويه بهاي الفتره، ونتمنى له التوفيق، يعني ممكن مو هو السبب بدنا نحكي، احنا نتكلم على الخيارات وليش هاي الخيارات. توظيف همام، توظيف حتى يعني خط الدفاع حال ب3 مدافعين صارت عندهم مشاكل حقيقه، اذا نشوف الهدف الاهداف اللي صارت من العمق من كره ثابته ومن رميه تماس، اذا تطلع راح تشوف الاهداف واضحه من العمق انه ليش بعد الطرد، طبعا اكو حاله شغله اريد نحكي عليها، الطرد شنو سببه وهاي النرفزه؟ طبعا اول 10 دقائق هذا بدي اجل الحديث، راح ارجع اخوض يعني بالمباراه بشكل كامل، لكني خليني اروح الميثم عادل.